الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، الملك الحق المبين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال المولى عز وجل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية: هذه أكبر نعم الله عز وجل على عباده، فإنه قد أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى غيره، ولا يحتاجون إلى نبي غير نبيهم، فإن الحلال ما أحله رسول الله، والحرام ما حرمه رسول الله، والدين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل أيضا عن العلامة السدي رحمه الله تعالى أنه قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. وذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بأيام، قيل بثمانين يوما، وكان في حجة الوداع في أكبر تجمع شهده الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أكثر من 100,000 نفس من الصحابة. قالت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها زوجة أبي بكر الصديق، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فنزل عليه جبريل وهو على الراحلة يركب على ناقته، وإن الراحلة لمالت به من ثقل ما نزل عليه من القرآن، حتى أتيته ببرد لي فسجيته به، غطت به النبي عليه الصلاة والسلام، فمالت به الراحلة حتى بركت، فأنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه، قال: آية نزلت عليكم أيها المسلمون، لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة، فهذان عندنا عيدان، عيد الجمعة وعيد عرفة، فنزلت هذه الآية العظيمة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأكمل الله تعالى لنا الدين وأتم علينا النعمة، فما بعد ذلك اليوم من دين جديد
الحلال كان قبل ذلك اليوم، والحرام كان قبل ذلك اليوم، وليست هناك شرائع جديدة. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. ثم قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لم يكن يومئذ دينا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يكون اليوم دينا. وبناء على هذه المقدمة أقول: ما يحتفل به الناس في هذه الأيام من العيد المزعوم المبتدع الذي أتى به ناس في القرون بعد قرون الصحابة، بعد القرون المفضلة، جاء ناس من أهل البدع والضلال بعيد ابتدعوه سموه بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عاش النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرسالة عاش أكثر من 23 سنة ما احتفل به سنة واحدة. وعاش الخلفاء من بعده في عهد أبي بكر الصديق عاش الناس 2 سنة، وفي عهد عمر 10 سنوات، وفي عهد عثمان 12 سنة، وفي عهد علي 4 سنوات ما احتفل به لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر المهاجرين ولا الأنصار ولا أحد من أئمة الدين، لا الإمام مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا بقية أئمة الإسلام. إنما هذا الاحتفال يعتني به كما قال الفاكهاني رحمه الله تعالى من المالكية، قال: إنما هي شهوة بطن يعتني بها الأكالون، وشهوة فرج يعتني بها المبطلون. إنما هي شهوات تجمع عليها أهل الهوى من الذين يريدون الفساد في الأرض، يجمع الشباب والشابات والرقيص والطبول والأغاني والفواحش والمنكرات باسم النبي عليه الصلاة والسلام وباسم محبة رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام، بريء تمام البراء من كل ما يحصل في ميادين المولد ومن كل ما يقوم به هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأنه كان يصعد على المنبر وينادي بأعلى صوت: إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا الأمر واضح أنكره أئمة الإسلام وعلماء الدين، ولكن اليوم يهتم به أهل الطرق وأهل الأحزاب وأهل الفساد في الأرض كما هو مشاهد. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أيها المسلمون، كل من قرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة يعلم أن أعظم ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، واهتم به النبيون من قبله، واهتم به الصحابة الكرام، هدم الأصنام والأوثان ومحاربة العقيدة الوثنية وعقيدة أهل القبور والأضرحة، هذا أعظم ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه فتح مكة ودخل الكعبة فوجد فيها 360 صنما كسرها بيده عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا يمكن أن نأتي اليوم
ونحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الوثنية، وبأنواع من عبادة القبور، وبأنواع من تأليه البشر وتقديس البشر مع الله عز وجل. لا يمكن يكون ده احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام، عبادة لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لما دخل الربعي بن عامر رضي الله عنه إلى كسرى عظيم الفرس قال: ما جاء بكم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. الليلة الناس بيحتفلوا به في ميادين المولد، الشايفة عينك كلها، ميدان الخليفة وميدان بحري وميادين الكلاكلة وغيره، بيحتفلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بأعظم أنواع الشرك والوثنية. أم تشوفها؟ واقرأ إن شئت القصائد، وأنا أديك منا أبيات مختصرة تعرف كمية الزندقة، الزندقة والخروج من الدين باسم النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب اسمه الفيوضات الربانية، بيبيعوه في ساحة المولد، وبيبيعوه في المراكز بتاعت الطرق. صاحب الكتاب بيقول: مريدي تمسك بي، مش امسك في الله، قال امسك في نانا، تمسك بي وكن بي واثقا، لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، أنا لمريدي حافظ ما يخافه، وأنجيه من شر الأمور وبلوتي، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة، يوم القيامة قال أنا بكون واقف جنب ميزانك عشان أتقل لك الحسنات. ها؟ قال أنا، شوف الكلام ده قدر كيف، أنا كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح، ده شيخ طريقة سودان، قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه، وما برئت عيناه إلا بتفلتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع أيوب في زمن البلا، وما برئت بلواه إلا بدعوتي، وكنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي، العصايا الأصلية حقته وحقت موسى تقليد من عصايته. قال: وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا، أنا ذاتي تكلمت زيه صغير، وفي المهد ناطقا، وأعطيت داوودا حلاوة نغمتي، الصوت الجميل اديته لو أنا كويس. قال: أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. بعد ما قال ده كله قال: وما قلت هذا القول فخرا، وإنما أتى الإذن كيما يعرفون حقيقتي، وما قلته حتى قيل لي قل ولا تخف، فأنت ولي في مقام الولاية، وقالوا يا هذا تركت صلاتك. بعد ده كله صلاة ما بصلي، يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة، من هنا بصلي في مكة، ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي،
قال أقول لكم حاجة في النهاية، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. بطبل جهنم دي قال. ده شيخ طريقة كتابه بيعوه وبيحتفلوا به في المولد ومعلقينه فوق احتفالا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما جاء رسول الله لحرب هذه العقائد الباطلة، لحرب هذه الزندقة والعقائد المنحرفة باسم الدين الإسلامي. فكان واجبا على الدعاة إنكار هذا المنكر وتبرئة الشريعة منه وتبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل هذا. إنما جاءنا بالشريعة السمحة وبالسنة الواضحة البينة بالدين المستقيم، جاءنا باليسر، جاءنا بالوسطية، جاءنا بالدين السهل الميسور، ما جاءنا بهذه الخرافات ولا الشعوذة ولا الدجل. ده ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والله لو الاحتفال بالمولد سنة ذاته، لو سنة ما ممكن تحتفل به بهذه الطريقة. بنات متبرجات وأولاد ويبيعوا في البنجو والفواحش والمنكرات يمارسوها باسم النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا يليق هذا أبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يطول والمقام لا يتسع. أسأل الله تعالى أن يعافينا وأن لا يعاقبنا بما فعل السفهاء منا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا، إنه جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.